سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل المشكل. إيجاد اختيار طريقة الدفع على تطبيقكم كريم. قم بالضغط هنا على تطبيق كريم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على المساعدة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الرحلات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على طلب الحجز الرحلات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على اختيار طريقة الدفع. وهنا سوف تجد المعلومات طريقة الدفع، لاختيار طريقة الدفع. هنا سوف تجد المعلومات لاختيار طريقة الدفع. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة إن شاء الله.